مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الخاص والذي سنرافق من خلاله افراد الشرطه لامن ولايه بازا في مختلف تدخلاتهم النهاريه والليليه. نتابع. باسم السيد رئيس أمن ولاية بازا نرحب بقناتكم الكريمة على مستوى مقر أمن الولاية، أين سترافقنا فرقتكم لمدة يوم كامل في خرجات ميدانية للشرطة، سواء في مجال تطبيق قواعد الحجر الجزئي المنزلي، وهذا تدعيما لسبل الوقاية من هذا الفيروس. ستكون لنا مداهمات لمختلف الأحياء لأحياء المدينة في إطار محاربة جميع أشكال الجريمة، وهذا دائما قصد توفير السكينة العامة للمواطن. دراسة حالة معمقة هذا. حول الجزيئة موظفة Thank you.
الانضباط وسرعة الأداء وحنكة الأفراد عوامل جعلت المواطن يستشعر بالأمن والأمان والسكينة العامة بولاية تيبازا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد، نلتقي في عدد آخر، إلى اللقاء.